الأسئلة متواصل معكم ومكملين متابعينا الكرام، هذه المرة في ما يتعلق ببرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، واللي نطرح حول الأسئلة على هيثم بن حمد السالمي من المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مساك الله بالخير أستاذ هيثم. مساكم الله بالنور الأخت خلود، وأهلا وسهلا بكم ونمسي على الجميع بالخير، نشكركم على الاستضافة. حياك الله، يعطيك العافية. يعني في البداية خليني أتكلم عن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية واهتمام أيضا الوزارة بهذا البرنامج والجانب البحثي. نعم، تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بقطاع البحث العلمي والابتكار بالبحث العلمي والابتكار كونه من أهم عوامل البناء والمحرك الأساسي والمستدام للاقتصاد المبني على المعرفة، وأيضا تمكين الباحثين بقدرات وطنية منافسة للوفاء بمتطلبات التغيير المتجددة في الوقت الحالي. وهذا يقودنا إلى ما ذكره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه على أهمية البحث العلمي في خطابه السامي بتاريخ 23 فبراير 2020، بأن قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم الأولويات الوطنية. ولذلك يمثل قطاع البحث العلمي والابتكار أحد القطاعات التي تستهدف بناء السعة البحثية من خلال تحسين الوضع القائم لرفع الإنتاجية والكفاءة وتقديم الحلول السريعة المبنية على المعرفة التي تواجه الباحثين وتوفير تمويل المقترحات البحثية التي تتلائم حقيقة مع احتياجات السلطنة. نعم، طب لما نتكلم عن دليل استرشادي لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، يعني شو ممكن نقول عنه؟ شو فكرته وكيف ممكن الواحد يستفيد منه كباحثين؟ طيب نتكلم نعطي فكرة أو أهداف للبرنامج، وبعدين نتطرق على إلى 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 دليل استرشادي لنغطي كل التفاصيل الموجودة في البرنامج. طبعا برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية هو يعني نسخة محدثة لبرنامج المنح البحثية الاستراتيجية سابقا، والتي تم اعتماد أول برامجها في عام 2010 وضم عدد من البرامج البحثية الاستراتيجية، ويعتبر استكمالا للبرامج الاستراتيجية السابقة، ويعتبر كذلك أحد أهم عوامل أو أحد أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية. وهو هذا البرنامج هو نتاج تعاون فعال وشراكة مستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية المشرفة على شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإن هذا البرنامج موجه بشكل أساسي إلى مؤسسات القطاع الحكومي، حيث يخدم التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات ويركز على الأولويات البحثية أولويات الوطنية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. وبالتالي تكون مخرجات هذه المشاريع عامل مهم في صياغة القرار المبني على الأدلة العلمية وبالتالي رفع الكفاءة والإنتاجية. نعم، طيب اليوم لما كمل. نعم، إذا ما تحدثنا عن أهداف هذا البرنامج بشكل مختصر، يهدف هذا البرنامج إلى طرح التحديات أو الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية. طبعا في هذا الدليل الاسترشادي موجود كل التفاصيل فيها عن كيفية طرح هذه التحديات وأيضا مهام نقاط الاتصال البحثي وغيرها من خلال المقترحات البحثية التي يتم طرحها في المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة لهذا الغرض، لإيجاد حلول علمية وتطبيقية للتحديات أو الأولويات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في مجال البحوث وزيادة أو بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة. نعم، طيب لما نتكلم بس أستاذ هيثم، بس عشان الوقت، يعني أنا أعتذر على مقاطعتك، بس عشان الوقت أنا بتكلم عن الاشتراطات المالية في في نعم. في هذا البرنامج، وعذرني على المقاطعة، تفضل. طيب الاشتراطات المالية في البرنامج هو حدد تمويل المشاريع البحثية يكون بالنظام التمويل التشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين مؤسسة الشريك الرئيس. فأعلى نسبة ممكن تقديمها من تكلفة أي مشروع بحثي هي 50% من التكلفة، وبحد أقصى 50,000 ريال عماني لكل مشروع بحثي. وتتكفل مؤسسة الشريك الرئيس بتغطية التكلفة المتبقية من المشروع البحثي، سواء هذا التمويل يقدم عن طريق دعم مادي أو دعم عين. نعم، طيب اليوم لما نتكلم عن أيضا جانب متعلق بالمنصة الإلكترونية للبرنامج، يعني خبرني شوية أكثر عن هذه فكرة المنصة، إيش هي؟
نعم، أثناء تحديث البرنامج أو برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية عكس البرنامج على تحديث كذلك المنصة الإلكترونية لتسليم وإدارة المقترحات البحثية وما يختصر بالرمز، اللي هي توفر عدد من الخدمات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال للحصر استقبال مثلا المقترحات البحثية وتقييمها، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع البحثية المعتمدة واعتماد التقارير المرحلية والنهائية يعني وفق المؤشرات اللي تم وضعها في الدليل الاسترشادي للبرنامج الاستراتيجي بهدف الوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة بالبرنامج. وطبيعة الحال تم نشر الإعلان الخاص بهذه المنصة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك هذه الحلقات العمل اللي تمت سابقا تم تدريب فيها معظم الباحثين أو المختصين على كيفية استخدام هذه المنصة الإلكترونية، وتدار بشكل إلكتروني متكامل من وقت تقديم المقترحات البحثية إلى أن يتم إغلاق المشروع البحثي. نعم. اليوم نتكلم عن جانب أيضا يعني تنفيذ أو الاستفادة من هذه المشاريع البحثية الاستراتيجية أستاذ هيثم على أرض الواقع، يعني أين سيكون دور الوزارة في هذا الجانب؟ نعم، هو الوزارة تكون مشرفة على هذا البرنامج، تقوم بتقديم الدعم والمساندة وكذلك توفير التمويل المالي بنسبة كما تحدثنا سابقا 50% من تكلفة المشاريع أو بما لا يزيد عن 50,000 ريال عماني لكل مشروع بحثي. طبعا لكل المشاريع البحثية بتمر بمجموعة أو بسلسلة من التقييم عن طريق نقطة الاتصال البحثي وعن طريق اللجان المشكلة في هذه المؤسسات البحثية، وكذلك عن طريق تقييم الأقران المحليين والدوليين، وكذلك تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعقد حلقات عمل تعريفية بالبرنامج، وآخرها كان الشهر الماضي تم عقد حلقة عمل افتراضية عن طريق المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات عبر الاتصال المرئي للتعريف بمستجدات هذه البرنامج في إطار حرصها على إشراف جميع المؤسسات، وشاركت فيه معظم المؤسسات الحكومية على سبيل المثال للحصر وزارة الصحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والرياضة والشباب وهيئة البيئة، بالإضافة إلى جميع نقاط الاتصال بالمؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطنة وغيرها من الجهات. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ هيثم، شكرا على وجودك معي اليوم في كل الأسئلة. إذن هذا كان الأستاذ هيثم بن حمد السالمي من المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.